أربع أيام تقريب ثم مقاول هم بقطع الأشجار في الطريق أو الممسك الصحي الرابط بين من رمبوا القنطاوي نتاع كودا حتى المدخل كودا. الشجرة على اليمين وعلى اليسار هو كاليتوس، صحيح أن الجر الكاليتوس على اليمين في حلة باهية مزيانة، ما ثماش دي زوبستاكل، ما ثماش ما يمثل حتى خط خطر خاصة الجانب الأيمن باعتباره أنه يوفر الظلال ويوفر الأكسجين، إش خلى أن الوليدات الكل ولا العائلات الكل تقريبا في العشية ولا في الصيف يجيوا صيفوا تحته، ثم أنه مسك صح يعمل الفوتينغ. للأسف غير المقاولة ذايا يعتدي قص على الجار بطريقة عشوائية وحشية. كنا قلت له بالضبط وين يعطيني كذا، قال عندي ترخيص وزارة الفلاحة وزارة التجهيز ومصحة للبلدية. بونك الوقت نحن كمجتمع مدني تحركنا والحمد لله، ثم كثير من المواطنين وكثير من الأحزاب ذات تحركت لتصدي هذه الظاهرة، ولكن للأسف نقولها أن اعتداء صارخ بصفة وحشية، لأن أنا متوقعين أن الجرى ذاي مش عاودين بت. اليوم قررنا باش نجتمعوا في المعتمدية وحابين نقابلوا السيد معتمد، مع الأسف هو كما قال اللي هو في جلسة في الولاية، اجتمعنا مع بعضنا وحررنا محضر ذاي احتجاج. هذه راو اللي السلطة باش تحتفل بعيد الشجرة بقطع الأشجار بطريقة عشوائية. I'm not afraid.